خلينا نفهم المزيد من التفاصيل من دكتور أحمد سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية. برحب بحضرتك يا دكتور أحمد، صباح الخير عليك. أهلا بك باسم، وأهلا بك سارة، صباح الخير على حضرتك. الحقيقة دكتور أحمد النهاردة هو بيوافق اليوم التسعين، يعني 3 شهور بالتمام والكمال مرت منذ بدء هذه أو هذا الصراع أو هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. سؤالي لحضرتك، لو رجعنا لورا شوية كده للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية غير الاعتيادية وكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بها لما حضر، يعني تحديدا قال إنه هو بيتم التحذير من إنه التخاذل عن وقف هذه الحرب في غزة بينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، وأيضا أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإنه طول أمد هذه الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها. النهاردة وبعد مرور 3 شهور كاملة، سؤال لحضرتك عن الأطراف الجديدة اللي انضمت لهذا الصراع والتوقعات بانضمام ربما أطراف أخرى أو حتى زيادة تحذيرات من الأعمال الإرهابية حول العالم بسبب طول أمد هذا الصراع وقسوته. يعني في الواقع باسم أن تحذير مصر من خطر توسع الصراع الإقليمي كان أحد محاور التحرك المصري على المسارات الثلاث، هو المسار الأمني إضافة طبعا إلى المسار الإنساني والمسار السياسي. المسار الأمني حذرت مرارا من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة بهذا الشكل الأمدي وغير المسبوق، أن استمرار هذا الدعم والازدواجية الغربية والانحياز التام لإسرائيل سيؤجج الصراع في المنطقة، مع خاصة مع وجود أطراف أخرى نفس التيار التشدد ونفس التيار التي تحاول توظيف القضية الفلسطينية لخدمة أجندات وأغراض خاصة، وبالتالي هنا كل هذا على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب الأمن والاستقرار في المنطقة. وحذرت مصر مرارا منذ اليوم الأول حقيقة، والرئيس سيسي كل لقاءاته مع القادة والزعماء الذين توفدوا على القاهرة للقاء بالرئيس السيسي واستماع وجهة النظر المصرية ومعرفة ما يدور على أرض الواقع، كانت القرابة المصرية واضحة شاملة. هو لابد من التحرك وقت هذا الأدوام الذي تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى مبدأ العقاب الجماعي. العمل على حل المحادثات الإنسانية، العمل على احتواء هذا الصراع حتى لا تنفلت الأمور ويتوسع إقليميا. والآن نجد أن هناك أطراف دخلت على الخط، رأينا تهديدات في البحر الأحمر، هناك دول في المنطقة في العراق في سوريا، كل هذا ينذر بشرر حقيقة قد يهدد بتخفيض الأمن والاستقرار ويهدد بصراع إقليمي لن تدفع ثمنه إلا شعوب المنطقة التي يعني عانت سويلات سابقة من أزمات وتحديات، وبالتالي هي ليست في حاجة إلى اشتعال بؤر جديدة وحرارة جديدة في المنطقة. ومن هنا كانت الرؤية المصرية الشاملة في احتواء هذه ومنع هذه الحرارة من الاشتعال من خلال العمل على يعني احتواء ووقف العدوان في غزة، العمل على أن يكون هناك سلام دائم واستقرار خلال حل الدولتين يضمن حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ودائما نتذكر بقول الرئيس السيسي دائما القضية الفلسطينية هي مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي غياب أي حل عادل وشامل لهذه القضية سيقوض أسس الاستقرار، وإذا أردت المنطقة أن تعيش في استقرار وهي القضية المركزية التي تتطلب أن يكون هناك رؤية شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال ووقف العدوان وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعلى منطقة القدس الشرقية. هذا هو المدخل الوحيد الذي سيطفئ كل الحرائق، سيزيل مسببات الصراع، وبالتالي يدفع المنطقة لأن تعيش في ازدهار بدلا من الانفراد إلى حروب وهجمات وصراعات لا تحتمل المنطقة مثل هذه الصراعات في هذا التوقيت في ظل أزمات اقتصادية عالمية، في ظل التحديات لم تخرج المنطقة من أزمات كورونا وما يسمى بالربيع العربي والحروب الأهلية، وحتى جاءت أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم هناك أزمات، وبالتالي اشتعال المنطقة مرة أخرى سيقوض الاستقرار وسيهدد كل دول المنطقة. طيب دكتور أحمد، مساندة مصر للقضية الفلسطينية الحقيقة تاريخي، لكن هنتكلم عن الأزمة الأخيرة وجهود المصرية الدبلوماسية والإنسانية لزيادة أو تدعيم صمود الشعب الفلسطيني من جهة، وتأثير على مواقف بعض الدول من جهة أخرى. حضرتك بتشوف النقطتين دول إزاي؟ الواقع هذه نقطة مهمة صح، لأن يعني تخيل لو لم يكن هناك موقف مصري لماذا سيكون مصير القضية الفلسطينية؟ حقيقة مصر شكلت صمام الأمان للقضية الفلسطينية، كان هناك محاولة لتصفية هذه القضية، محاولة لشيطنة الشعب الفلسطيني ووصف الإرهاب وغيرها من المسميات، هناك هجمة دولية حقيقة قضتها إسرائيل ومعها أمريكا والدول الغربية في محاولة لتشكيل يعني ما يسمى إنهاء المسألة الفلسطينية من خلال التهجير القسري. أدركت مصر حقيقة هذه المخططات من
منذ البدايه منذ اليوم الاول، ولذلك شعت وتحركت على ارض الواقع طاعت لتغيير الصوره وتوضيح ما يحدث بالفعل في غزه من عدوان شامل، من ان هناك عقاب جماعي، هناك ازمه انسانيه. الظرف ايضا بين العمل ورفض خط التهجير القسري ورفض القضيه الفلسطينيه باعتبار انه ليس فقط جريمه حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وانما ايضا تستهدف يعني اجهاض حقوق المشروع للشعب الفلسطيني. استطاعت مصر ان تنقل المعادله وتنقل الرؤيه ان القضيه ليست كما تصورت اسرائيل بانه ازدواج ارهاب وارتداد، وانما القضيه ان هناك احتلال على شعب اعزل بحقه ان يكون له حقوق المشروع. لذلك استطاعت مصر على التحرك على المسارات الثلاثه بكل وضوح على ارض الواقع، مسار الانسان وتقديم المساعدات وتخفيف المعاناه ووقف اطلاق النار، ايضا المسار الثاني المسار السياسي وهو رفض التهجير القسري والعمل لحل الدولتين، والمسار الثالث الامني المتعلق به يعني وقف دائم اطلاق النار ومنع توسع القطاع. وسيظل او ستظل هذه المسارات الثلاثه هي مصر تعمل عليها بشكل دائم يا دكتور احمد للوصول الى وقف كامل وتام لاطلاق النار في اسرع او في اقرب وقت باذن الله. كل الشكر لحضرتك الدكتور احمد سيد احمد استاذ العلاقات الدوليه على وجودك معنا عبر الهاتف.